الشاي اللي احلى بابا في الدنيا. اكيد احلى كوبايه شاي لانها جايه من احلى بنت. حبيبي يا بابا ربنا يخليك. مهم طمنين عليك، عامله ايه؟ ايه انا بخير طول ما انت بخير. اكيد اكيد حبيبتي ربنا يخليك. اكيد كليتك كويسه؟ انا بخير طول ما انت بخير حبيبه قلبي. مش محتاجه حاجه؟ لا يا عمو خالص. يخرشي عليكم كل الاثنين، افضل انت دلع فيها كده لغايه ما بتتبوس. حبيبي يا بابا ربنا يخليكم لبعض. انت فين يا بنتي؟ مش كنا هنتقابل النهارده؟ خلاص ماشي، على الساعة كام؟ طيب يا حبيبتي خلاص على مواعيدنا ان شاء الله. يلا باي. طيب يا بابا انا هسيبك بقى عشان انزل البس صحبتي. ماشي. الو فينك يا بنتي؟ انا مستنياكي من بدري. قربتي؟ خلاص ماشي، انا هروح اطلب حاجه اشربها على بال ما توصلي. ايه رقم الغريب؟ الو؟ ايه يا ست البنات؟ مين معايا حضرتك؟ انت ما تعرفنيش بس ممكن نتعرف عادي يعني. نعم؟ شكلك فايق قوي. طب اقفل يا قليل الادب. طب ليه كده طيب؟ عادي عادي. هتروحي فين؟ نبعت لها شوية صور حلوين. وايه؟ خدي دي. ايه ده؟ مين ده؟ جاب صور دي منين؟ الو انت مين وعايز مني ايه؟ جبت صور منين؟ وعايز مني ايه؟ خد صوري يا بابا. يعني ايه؟ واحد خد صوري، مش عارفه هو بيقول ان صوري معاه. يعني ايه خد صوري؟ مش عارفه يا بابا، مش عارفه. خد صورك ولا انت اللي بعتها له؟ ايه بابا انا اكيد مش انا بعت له صوري. انت بنتي؟ يا بابا اكيد مصدقني يا بابا. ده انا تيجي تدلع ليكي. لا يا بابا انت قليلة الادب. مش لا يا بابا لا لا دي نهاية دلع ليكي. طب قال لي امي تقولي انا مدلعاك يا بابا. تعرفني يا بابا ايه اللي حصل؟ عايز اعرف عايز اعرف ايه في ايه؟ يا بابا في حد خد صور؟ يا بابا انا معرفوش. خلاص بقى خلاص، بصي قولي الحقيقة وما تخافيش. ازاي الصور دي راحت في ايديك؟ مش عارفة. طب بص، وانا بقول كلامي مره واحده، هتدفعوا؟ تماما اتفق. مش هتدفعوا، صور بنتك الاموره هتبقى ماليه النت بكره، هتبقى ترند. بيع عليا. انا جيت في الميعاد. الفلوس؟ الفلوس موجودة بس اشوف بعيني وانت بتمسح الصور. تمام، ده احنا جامدين قوي. اتفضل. ادي يا ست الصورة اهي كده، مفيش اي حاجة تانية. تمام تمام. الفلوس بقى؟ ادي الفلوس. تمام قشطة قوي فل. ايوه اهو اهو يا حضر ظابط. خلاص سيبه انت يا استاذ. وقعت وقعت يا ناصح. اسمك ياض يا باشا. طيب هقول لك احنا متشكرين جدا يا استاذ.
انا استناك تيجي نقفل المحضر مع بعض. اتفضل قدامي.